إذا كان كل ما كتبه المفكر المغربي عبد الله العروي منذ 5 عقود يعد على تنوع مادته وترامي أطرافه فصولاً من مؤلف واحد يدور كله حول قضية الحداثة، فإن الاسم الذي اقترن لدى الأوساط الفكرية والأكاديمية بقضية الحداثة اقتراناً مباشراً وشبه حصري هو اسم محمد سبيلة، حتى لكأنه صار بمثابة مفكر الحداثة المغربية والعربية وفيلسوفها. ذلك أن ترحال محمد سبيلة الفكري قد أدى به إلى اكتشاف حقيقة مركزية، وهي أن جوهر الفكر العصري إنما هو الحداثة روحاً ونظاماً. وإذا كان هذا الباحث الرصين قد وجد ضالته في التفكير في الحداثة كنموذج تفسيري للواقع العربي ولما يعتمل فيه من مخاضات الصراع الاجتماعي، فذلك لأن واقع الحداثة في بلادنا العربية إنما يرتبط عنده أساساً بظاهرة الاستعمار الذي بدأت معه مستحدثات العالم الميكانيكي الصاخب المتلألئ بالأضواء تغزو حياة العرب شيئاً فشيئاً وتغير من نمط عيشهم قبل أن تغير من نمط تفكيرهم. غزو تحديثي كاسح جارف تحدى ذهن محمد سبيلة واستثار وجدانه منذ أن كان طفلاً في البادية المغربية في 40ات القرن 20. في الطفولة كان دائماً هناك نوع من الانشداد والانهمام بهذه المفارقات بين البادية والمدينة، وفي تلك الفترة كانت بدأت في المغرب مسألة إدخال نوع من الكهرباء البادية وبعض المجمعات الفلاحية التي أدخلها الاستعمار والتي تعتمد على الكهرباء. فأنا أذكر أنه هذه المجمعات الفلاحية كانت لديها مولدات كهربائية وتطلق أضواء، وطبعا لا أقول فقط أنا جيلي بل آبائي وأجدادي الجيل السابق كانوا يستغربون للآلات وكانوا يعتبرونها نوعا من الجن ونوعا من العفاريت، لأنها تتحرك لوحدها أو تصدر أصواتا أو تقوم ببعض الإيماءات أو شيء من القبيل. ومثلا في تلك الفترة بدأنا في الأربعينات نسمع لأول مرة المذياع، وكان القرويون يتجمعون حول المذياع ويتساءلون هل هؤلاء الذين يتحدثون ويغنون هل هم داخل هذه العلبة. وطبعا نحن في تلك المرحلة كأطفال لم نكن نملك الأجوبة، ولكن نخزن الأسئلة، وما الذي يقع، ما هذا، ما هي الكهرباء، ما هو التحديث التقني، ما هو المحرك الكهربائي، ما هي الدراجة، ما هو التراكتور أو الجرار الآلي أو شيء من هذا القبيل. فهذه تناقضات الحياة العينية التي يعيشها الطفل يخزنها في دماغه على شكل أسئلة تتطور فيما بعد وتتطلب أجوبة أو على الأقل مشاريع أجوبة. في نفس الإطار، كان لك علاقة في المدرسة العصرية بأساتذة فرنسيين، منهم من ساعدك على اكتشاف أشياء من الحداثة مثل الشوكولاتة مثلا؟ بالفعل في مجتمع قروي كانت كنا في المدرسة التي أنشأها الاستعمار آنذاك، والمدرسة الفرنسية كانت تأخذني معها إلى بيتها وتعطيني خبزا بشوكولاتة، أو مثلا كانت تركب الفيسبا هذا السيارة هذه العجلة المتحركة، وطبعا سيارة المدير وجمال القبيل. وأذكر بأنه في يعني في أوائل الخمسينات أو الأربعينات لا أذكر جيدا صورتنا الأستاذة في صور الفوتوغرافية أو أولى الصور المتحركة،
وكنا نشاهدها، فكان الأمر يزيدنا ضبابية وتعقيدا، ما هذا الذي يحدث؟ طبعا تساؤلات القرويين وتساؤلاتنا نحن، ولم تكن الأجوبة التي يقدمها الأساتذة الفرنسيون أو المغاربة كافية. طبعا تفسيرات مختلفة، خاصة أنا أتحدث عن تفسيرات الأساتذة الفرنسيين لالتقاط الصورة أو لمعنى الصوت المحرك أو شيء من هذا القبيل. ولكن بالنسبة لنا هي الغاز، وكما أيضا أحد الفرنسيين، أحد الأنثروبولوجيين الفرنسيين تحدث عن وقع الآلات الكهربائية في إحدى القبائل البدائية وكيف ينزجون حول أساطير. فهو نفس الشيء، يعني ثقافة تقليدية تتلقى صدمات أو تتلقى يعني تنبيهات قوية لا تعرف معناها، تقدم لها تفسيرا أسطوريا. مثلا أعطيت تفسير الجن، لكن يمكن أن نتحدث عن تفسيرات أخرى. كانوا يعتبرون مثلا آلة الحديد هي روث الجن. مثلا عندما يعثر القروي على قطعة حديد من سيارة أو من طائرة أو شبه القبيل، يعتبرها علامة على مرور الجن من هنا. فهذا دخل في باب أنثروبولوجيا، الجذور الأنثروبولوجية للتصور الأولي للحداثة والتحديث التقني بالدرجة الأولى. سبق لك أن تحدثت عن رحلاتك الفكرية كأنك مفكر رحالة، وتراوحت اهتماماتك بين الماركسية والتحليل النفسي والبنيوية والإيديولوجيا. كيف كانت هذه الرحلات؟ هي بالفعل رحلات تعبر عن قلق فكري، لأنه عندما يختزن المرء مجموعة تساؤلات ويختار تخصصا فكريا من المفروض أن يقدم له أجوبة، وهو عالم الفلسفة والفكر، فمن الأكيد أن المرء كأنه يطلب أجوبة، أو هو يقدم أسئلة ضمنيا، يقدم أسئلة في اهتمام الموضوع ويطلب أجوبة من هذا الاتجاه، بعدين يشوف رأي الاتجاه الآخر، وبعدين ينتقل إلى وهكذا. فهذا تعبير عن قلق فكري، وهذا الارتحال هو تعبير عن قلق فكري وعن رغبة قوية في الحصول على أجوبة ذات مصداقية أكثر. ولذلك عادة المرء لا يقتنع أو لا يشبع من الأجوبة التي تقدم إليه، فيطرح أسئلة أخرى. فأنا يعني جلت تقريبا بين كل الاتجاهات الفلسفية المعاصرة، ابتداء من التي تفضلت بذكرها وأشياء أخرى، اتجاهات أخرى، ولكن دائما هناك المسألة التي أشرنا إليها المتعلقة بالإجابة على أسئلة الواقع، وأيضا القلق الفكري. أعود بك إلى مسألة مثلا الإيديولوجيا. التفكير في الإيديولوجيا من زاوية الفلسفية والسيكولوجية والسوسيولوجيا وغير ذلك، هو تعبير عن تساؤل حول تجربة سياسية، هي التجربة السياسية الحزبية، حيث يلاحظ المرء بأن المناضل الحزبي هو شخص ممغمط، شخص مسحور بأفكار معينة أو نقول مؤدلج، ويعمل هو مستعد ليضع حياته ثمنا لهذه الأفكار التي تشبع بها، أو بعبارة أخرى الأفكار التي يحيا ويموت من أجلها. فمثلا هذا في الظاهر هو اختيار أكاديمي، تسجيل وطروحة وكذا، ولكن هو في العمق تساؤل على تجربة سياسية، لأنه احنا
جيلنا انتقل من الانتماء للحركة الوطنية إلى إحدى فصائل الحركة الوطنية، الحركة التقدمية التي كانت شائعة وعامة في السبعينات في الستينات، نتيجة فكر العالم الثالث والتحرر من الاستعمار والقومية العربية والاشتراكية وكل هذه الإيديولوجيات. فإحنا جيلنا عاش فترة انضباط حزبي، وكان الحزب بمثابة معبد يلجأ إليه لأخذ الأجوبة والطعام والامتثال، وربما هنا استعمل ما يسميه البعض بالانضباط الستاليني، بمعنى أنك يجب أن تحضر، يجب أن تتشبع بالأفكار، ويجب أن تبشر بها خارج الحزب. فإذن الجولات الفكرية أو السياحة الفكرية هي تعبير عن قلق فكري لا يجد له مستقرا نهائيا، ابتداء من الجواب التقليدي إلى الأجوبة العصرية الحداثية المختلفة، لأن هذه الاتجاهات كلها سواء تعلق الأمر بالماركسية أو البنيوية أو التحليل النفسي أو الوجودية أو ما يسمى اليوم بالتفكيكية أو بالهيدغرية أو بغير ذلك بكل المدارس الفلسفية، هي تعبيرات أو تعكس بدرجة كبيرة الحداثة الفكرية الكونية، أو لإرضاء البعض نقول الحداثة الفكرية الأوروبية، بمعنى منظور الفكر الحديث الكوني لها للعديد من القضايا. التجربة السياسية، التجربة الحزبية، هي التي قادتك بعد سنوات في كتاب تشريح السياسة إلى القول بأن الأحزاب السياسية في العالم العربي تشبه الزوايا الدينية، أو هي امتداد للزوايا الدينية، والزعيم فيها هو بمثابة الشيخ والأعضاء هم بمثابة المريدين. هذه مسألة ناتجة أولا على الملاحظة والتجربة والعيش اليومي، ولكن تغتذي أو تتغذى من الأطروحات الفلسفية والأنثروبولوجية التي تؤكد ذلك. مثلا آخر ما لدينا في الساحة المغربية هو كتاب الشيخ والمريد، فكأن الحزب هو إلى حد ما زاوية أو معبد أو شيء من هذا القبيل. تشير إلى كتاب عبد الله حمودي الأنثروبولوجي المغربي الشهير، الشيخ والمريد. فالزعيم الحزبي ولو كان في حزب عصري وحداثي وأحيانا يمكن أن يكون ضد التقليد، ولكنه مع ذلك في شكله وفي أدائه وفي وظيفته يؤدي دورا تقليديا، من حيث أن الكثير من الزعماء الحداثيين، لا نتحدث فقط عن التقليديين بل الحداثيين والتحديثيين، يلعبون دور المريد ودور الشيخ، ويتطلبون منك الولاء والتسبيح وعدم النقد، والنقد هو تجريح، هو خروج عن الجماعة. ولذلك دائما البنيات السياسية العصرية فيها مكون تقليدي، إما في شكلها أو في كيفية أدائها ووظيفيتها أو في رمزية مؤسسها أو زعمائها أو شبه القديم، بمعنى أن يعني هي خطوة نحو، لأنه الحزب هو في النهاية تعبير على نظام جديد أو تنظيم جديد يخرج بالسياسة من القبلية ومن المحلية إلى يعني مدرسة عصرية تضم مختلف الطبقات ومختلف الفئات الاجتماعية في إطار تحديث المجتمع. ولكن لم تستطع الأحزاب، مش في المغرب فقط، على العموم في العالم في العوالم التقليدية أو في المجتمعات العربية والإسلامية، لا يستطيع الحزب أن يخرج على كل حال عن هذا الإطار التقليدي.
هذا ما سميته بالسياحة الآن الفكرية بسبب من القلق الوجودي والبحث عن أجوبة لأسئلة ممرضة بملاصقتها للذات والوجدان، جعلك تكتشف تدريجيا مختلف مكونات الفكر الغربي الحديث، فإذا بك تكتشف أن جوهر هذا الفكر هو الحداثة، فكأنك وجدت ضالتك الفكرية بحثيا في الحداثة. ما هي قصة محمد سبيلة مع الحداثة؟ يقول أحد المفكرين الألمان أن كل من يشتغل بالثقافة وبالفكر يدور فكره حول قضية واحدة مركزية، ولكن هذه القضية الواحدة المركزية أو القضية الأم ليست معطى يجده المرء في باب المنزل أو عند المدخل، بل يكتشفه تدريجيا. فأنا كنت تائها عبر التيارات الفلسفية الحديثة، وتائها حول التفكير في العلاقة بين التقليد والتحديث، إلى أن اكتشفت يوما، ولا أذكر بالضبط لأني تأثرت بالكثيرين، اليوم الذي اكتشفت فيه المفتاح. وهذا المفتاح هو أشبه ما يكون بمفتاح ذلك القفص السري أو صندوق، هذا الصندوق العجائبي الذي تقول أنه أن هذه الأشياء كلها عندها جامع واحد وهو الحداثة والتحديث، سواء نظرنا إليها كأقلوم كبير هو الحداثة، أو نظرنا إليها من زاوية السيرورة، هذا هو الفرق. فكلاهما يعطيك هذا المفتاح، إضافة إلى أنه طبعا لا يمكن إلا الاستعانة بالمفاتيح الصغيرة التي يلتقطها المرء من هذا الاتجاه الفكري أو ذاك، يعني حتى يستطيع أن يكون رؤية شمولية للمسألة. لأنه عندما نقول الحداثة فنحن نتحدث عن مستويات متعددة، مستوى التقليد، المستوى التنظيمي أي الاجتماعي والقانوني، المستوى حتى ربما السيكولوجي، المستوى المعرفي إلى غيره. فالحداثة سواء تحدثنا عن الحداثة أو عن التحديث فنحن نتحدث عن طبقات ترتقي فكريا إلى أن تصل إلى أعلى المستويات الفلسفية التي نجد كبار المفكرين الألمان قد يهتمون بها. يرى محمد سبيلة أن صدمة الحداثة خصوصا في البلاد العربية التي تعرضت للاستعمار إنما هي ناجمة عن أنها لم تستشرنا ولم تطلب رأينا قبل أن تدهس بابنا، ولذلك فهي حداثة عنيفة من حيث فعلها التفكيكي في كياننا الجوهري، تحرر الفرد من ثقل الماضي والتقليد، ولكنها تكبله في أصفاد الحاضر والجديد، تحرره ثم تكبله بحركة التفافية تعطل قدرته على المبادرة وتخضعه لمنطق النظام السائد. عندما نتحدث عن الحداثة فنحن نتحدث عن مفهوم شمولي واسع يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وكل البنية الاجتماعية. فمفهوم الشمولي هو مفهوم في حد ذاته متعدد الدلالات وملتبس إلى حد ما. مسألة التحديث التي تفضلت بالإشارة إليها طبعا مرتبطة بالاستعمار بالنسبة للبلدان العربية التي عانت من الاستعمار، لأنه الاستعمار كما تفضلت بالإشارة هو تعبير عن امتداد الرأسمالية على المستوى العالمي بحكم القدرات التقنية وبحكم توسع الأسواق والتجارة وغير ذلك. فلذلك معظم البلدان العربية التي عانت من الاستعمار يعني شهدت أيضا استنبات ربما حداثة تقنية عبر المصانع والمعامل والآلات والسيارات وغيرها، وحداثة على مستوى آخر تنظيمية
تتعلق بالسياسة وتنظيم المجتمع والانتخابات بشكل من الأشكال إلى غير ذلك، أو المدرج الديمقراطي إلى غير ذلك، وإلى حد ما مستوى من مستويات الحداثة الفكرية. ما هي الحداثة؟ الحداثة الفكرية هي النظر إلى الظواهر من حيث تفاعلاتها الداخلية أكثر من النظر إليها من زاوية تأثيرات لنقول متعالية أو غيبية أو بعيدة عنها. فالحداثة الفكرية العموم تندرج في هذا الباب. فإذا المجتمعات العربية إذا عرفت الحداثة والتحديث مع دخول الاستعمار، وبالنسبة للبلدان العربية التي لم تعرف استعمارا بلغتها أصداؤها ومن بعد اندرجت فيها، لأنه هذا السياق التحديثي وخاصة التقني والتنظيمي يأخذ معه العالم كله. فحتى الذين يعلنون أنهم ضد الحداثة هم راكبون في قطارها بدرجة من الدرجات وبمستوى من المستويات، فلا أحد يستطيع، لأن ظاهرة شمولية عالمية مكتسحة، إنها بمثابة كاسحة إن بسرعة أو بشكل تدريجي لكافة المجتمعات، لدرجة أنه بعض المفكرين يعتبرونها بمثابة قدر دسان يموت، قدر العالم يدخل في الحداثة شاء أم أبى، سواء تدريجيا أو بشكل عنيف. وبالنسبة للدول العربية، وبالنسبة أنا أتحدث عن المغرب الذي أعرفه أكثر، ارتبطت صدمة الحداثة بصدمة الاستعمار، لأنه المجتمع كان عايش بشكل تقليدي ويعتبر بأنه هو أحسن المجتمعات وأنه ربما أقوى المجتمعات، فإذا به جيش صغير يهزمه، هزيمة إسلين، فيكتشف أنه هناك تنظيم، هناك جيش منظم، هناك بنادق، هناك مدافع. إذن هذه صدمة، وكما يسميها البعض جرح نرجسي عميق، لأن المجتمع التقليدي هو مجتمع لا أقول يعني يداهن نفسه، بل هو مجتمع يحكي عن نفسه أجمل الأشياء، فلوتو ساتيسفاكسيون، تمجيد الذات، فهو يمجد ذاته باستمرار عبر ثقافته، عبر تاريخه، عبر ماضيه إلى غيره. فإذا بهذا المجتمع الذي يعتبر نفسه أحسن المجتمعات يتلقى ضربات من الخارج ولا يستطيع أن يصمد لها، لذلك اقترنت معظم البلدان العربية صدمة الحداثة والتحديث بصدمة الاستعمار، وهذا ربما ترك بعض الآثار السلبية على تقبل الحداثة، حتى وإن كان تقبل الحداثة هو بوتائر متفاوتة حسب المستوى الاجتماعي. فالمستوى التقني يعني الحداثة سارية أو التحديث ساري، بل هناك اليوم كما نشاهد في البلدان العربية تهافت على التحديث التقني مختلف مستوياته، سواء الثورة المعلوماتية أو غير ذلك، أو الإلكترونيات على العموم، أو حتى على المستوى السلاحي. فإذا الحداثة غازية إذا جاز أن نقول، ومكتسحة، ولا أحد يستطيع أن يحتمي من الاكتواء إذا جاز أن نقول بنارها. هو في هذا السياق لك عبارة بليغة تقول إن للحداثة استراتيجيات لا راد لفعلها، فهي تحويل للجواهر إلى علاقات، وللماهيات إلى سيرورات، وللغايات إلى وسائل، وفعلها أشبه ما يكون بذلك السائل المذيب لكل المواد. هو هذا يعني للتشبيه والتقريب، أنه سائل مذيب ومحلل، يحلل بدرجات متفاوتة من السرعة. وإذا رصدنا تلقي الحداثة في المجتمعات العربية نجد أنه في البدايات كانت مقاومات،
مقاومات لأبسط أشكال التحديد، كانت مقاومات للشاي، للسكر، للباس السروال، لطريقة قص الشعر إلى غير ذلك. ولكن تدريجيا تبدأ الحداثة تكسب بشكل تدريجي ولو بشكل بطيء على الأقل الجوانب المتعلقة بالتقنية والجوانب التنظيمية المتعلقة بالمحاكم وبالإدارات ومن بعد المستوى السياسي. لاحظ مثلا أنه في وقت من الأوقات كانت بعض الحركات التقليدية في العالم العربي الإسلامي ترفض الديمقراطية وتعتبرها كفرا، لكن اليوم الجميع يتبارى في التقرب إلى الديمقراطية، بل إن بعض الحركات التقليدية تأخذ على الآخرين عدم إيمانهم بالديمقراطية. فلاحظ كيف أن الحداثة تخترق المجتمعات وتخترق النخب وتخترق الأفكار تدريجيا وتولد أشكال من الاختراق وأشكال من التمكن للاستمرار. طبعا ثم هنالك التلخيص لجوهر الفكري لحداثة من حيث أنها في النهاية نزعة لائقية وبروسيسوس وغير ذلك. يوصف بالحركات، الحركات التي توصف بأنها سلفية أو متطرفة، لها علاقة افتتان بالحداثة في جانبها التقني. هذه الحركات تستعمل الإنترنت بشكل فيه إتقان، وكل الجادجتس، كل المقتنيات الحديثة في الإلكترونيات هي تتقنها. هل تقرأه على أنه دليل على اكتساح الحداثة وأنها قدر لا فكاك منه، أو على أن علاقة الاستبطان للحداثة في مجتمعنا هي علاقة خلاقة وإبداعية؟ هي العملية معقدة، فيها استبطان كما تفضلت وافتتان وفيها استعمال، لأنه الحداثة كأدوات، كمجموعة أدوات عندها قدرات خارقة، وربما المستحدثات التقنية أصبحت أشبه ما تكون بمنتجات سحرية. أنت تضغط على الزر لتشعل الكهرباء وتفتح البورتابل لتتحدث مع شخص في أقصى العالم، فهذه في العمق عملية سحرية، وكأن التقنية ورثت السحر أو هي الشكل الحديث للسحر. فمن يستطيع أن يواجه القدرات السحرية للسحر أو هذه القدرات؟ بس بالنسبة للموقف التقليدي أو السلفي، هو من جهة يقبل الحداثة باعتبارها أدوات أو التحديد التقني باعتبارها أدوات، ويرفض خلفيته الفكرية. هذا هو شيء. فإذا هو حلال عليه اقتباس التقنية، ولكن حرام عليه اقتباس منظوماتها الفكرية اللي هي منظومات قد تصطدم أكثر بالتصورات التقليدية. وهذا هو الجانب العنيف أو القوي في الحداثة، هو جانبها الانفجاري أو جانبها التفجيري اللي هو الجانب الفكري. بعض المعلقين عبر عن ذلك بالقول أن هذه الحركات، الموقف التقليدي عموما، يتعامل مع أواني الحداثة ويرفض معاني الحداثة. معاني يعني تماما يعني أواني بدون معاني، يعني المستحدثات التقنية ولكن ليس المنظومة الفكرية. هنالك علاقة في هذا الإطار
هنالك علاقة ملتبسة إذن بين التقليد والحداثة، تفاعل، وأنت تقول هنالك استعارة بينهما، استعارة بالمعنيين، استعارة بالمعنى الاستلافي على المستوى الأول، ثم استعارة على المستوى السيميائي. ماذا تقصد؟ هي طبعا علاقة معقدة، إذا اكتفيت بملاحظتها على السطح لن تفهمها، يجب أن تفهم آلياتها العميقة. وهنا أنا يعني أستلهم الكثير من المفكرين لأستجمع شتات هذه الفكرة المتعلقة بالمكر المزدوج لكل من الحداثة والتقليد، باعتبار أن الحداثة أن للتقليد آلياته الدفاعية الذاتية، فهو لا يستسلم بسهولة. هنالك فضاءات يستسلم فيها بسهولة، مثلا جانب التقليد، الآن جانب التنظيمي بالمعنى الإداري والسياسي وغير ذلك، ولكن الجانب الطبقة الثالثة اللي ما تزال فيها مقاومات ومجابهات هي المستوى الفكري. فإذن التقليد باعتباره، إذا بغينا نفهم، إذا أردنا أن نفهم المسألة بمصطلحات سوسيولوجية، أي الآليات الموضوعية الخارجة عن إرادة الذوات ورغبات الذوات وأفكار الذوات، فهي آلية موضوعية لديها قدرة على التكيف، تتكيف لتستمر في الحياة لأنها مهددة بالفناء، وكذلك التحديد أو الحداثة لها آليات تكيفية، حيث أحياناً تلبس لبوس التقليد. هنا نجد كيف نفسر الديمقراطية بالشورى أو شيء من هذا القبيل، أو لدينا مختلف تبريرات، ولكن إذا فكرنا في العمق نجد ما غامرت أنا بتسميته المكر المزدوج لكل من الحداثة والتقليد، بمعنى أن بين الحداثة والتقليد صراعا أبديا قويا، وأن كل منهما يفرز آليات ويفرز حتى أشياء مضللة ليستمر في الحياة، بينما يتلبس التحديد أحيانا لبوس التقليد، وتلك من ضمن آلياته التكيفية ليخترق، فهي العملية ليكتسب شرعية وليستمر عن طريق التقليد ذاته. إذن المكر هنا بالمفهوم الهيجلي، مكر مزدوج، بمعنى أن الظاهر شيء والباطن شيء آخر، ولكل أدواته. طبعا هنا نفترض بأن لكل منهما عقلا، هذا إذا أردنا نفكر فلسفيا، ولكن سوسيولوجيا كل منهما يفرز آلية للتكيف، وآلية للغزو، وآلية للاستمرار، إما الاستمرار في الحياة كما يفهم التقليد، أو الاختراق كما تفعل الحداثة في كل مستوياتها، وخاصة طبعا على المستوى الفكري. رغم ذلك تقول في 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 كثير من كتاباتك أن رغم كل ما حدث، ورغم أن الحداثة قدر لا فكاك منه ومن الأجدر التعامل معه بإيجابية، تقول أن السمة الغالبة على الثقافة العربية إلى حد الآن هي اليقينية بل الدغمائية، يعني أنت اختفاء روح النقد، يعني اختفاء الحداثة، يعني هذا شرط من شروط الحداثة. ومسألة النقد ما هي؟ النقد يتوفر لمجتمع بدأ يسائل ذاته. المجتمعات العربية رغم، أو لنقل الثقافة العربية أو المجتمع العربي أو كذا، رغم الصدمات، رغم صدمة الحداثة التي هي أقوى صدمة، وهي صدمة للجرح النرجسي، ولكن مع ذلك لم تتخلخل هذه الثقافة، بل تفرز باستمرار آليات
الدفاع عن نفسها بالقول بأنها أشجار وأنها أبقى وأن لديها مقومات وأنها ستفعل، ولكن هذه يعني بشائر ووعود التاريخ وحده هو الذي سيحكم فيها. ف يعني ربما أقول الشروط الاجتماعية لتوفر النقد غير متوفرة. هو مجتمع عادة النقد تعبير عن قدرة مجتمع على مساءلة نفسه، والمساءلة تتطلب اتخاذ مسافة، والحال أنه من الصعب الخروج من الثقافة كإطار وجودي محدد، وهذا هو مشكل الثقافة العربية والثقافة التقليدية، وعدم قدرتها على اتخاذ مسافة من ذاتها. وذلك نعم لا نتحدث عن النخاب الفلسفية التي انتقدت وكذا، ولدينا في العقود الأخيرة تراث من نقد العقل العربي ونقد العقل الإسلامي، هناك نخب استطاعت أن تتخذ، ولكن على العموم البنية السياسية والبنية الاجتماعية العربية لم تستطع أن تحقق هذه المسافة التساؤلية النقدية. المواقف في العالم العربي من الحداثة على المستوى الفكري يمكن إرجاعها عموما إلى موقفين اثنين شهيرين ولكل منهما رمزه الشهير. الموقف الأول هو موقف عبد الله العروي الداعي إلى الانخراط الكلي في الحداثة بكل مقتضياتها وتغليب الإبداع على الوفاء إن اقتضى الأمر، وموقف محمد عبد الجابري المرحوم الذي يدعو إلى التعامل مع الإيجابي في التراث في الهوية وتفاعله مع القيم العالمية للحداثة بحيث يمكن تبيؤتها في 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 ترابنا في تربتنا الثقافية. أنت لا تقف أي من هذين الموقفين، تبدو كأنك لست تقليديا 100% ولست حداثيا 100%، كأنك في منزلة بين المنزلتين. هو كل من فكر العروي وفكر الجابري أعتبره نتاجا، إذا فكرنا بشكل آخر هو نتاج للتطور المجتمعي ونتاج لتطور الحداثة في المغرب، وربما للشكل الديمقراطي للحركة الوطنية، لأن يعني امتداد هذا مشروع الحركة الوطنية في سواء في الشقاء الأول أو في الشقاء الثاني التقدمي هو تحديث البلد، وهذان العالمان كلاهما يدافع عن الحداثة بطريقتين مختلفتين، ولكن هو موقف واحد، هو موقف واحد، موقف رجل الفكر المبدئي الذي يمثله العروي الذي يقول بأنه لا يمكن أن نخطو خطوة إلى الأمام إلا إذا قطعنا الصلة مع الخطوة السابقة، ولا يمكن القفز إلى المستقبل إلا بقطع مع الماضي. هذه رؤية، ورؤية راديكالية، ورؤية يعني لها على كل حال مبرراتها ومقوماتها، ورؤية رجل مفكر ولكنه مرتبط أكثر بالتنظيمات السياسية وحاشا مسؤول حزبيين، فهو يفكر من منطق المناضل، ولذلك عندما تخلى عن النضال المباشر وتفرغ للنضال الفكري طور هذه الأطروحة أنه للتقدم أو لتحقيق الحداثة يجب أن تكون من الداخل بتطوير التقليد الفكري والمؤسسي وغير ذلك، وهي رؤية لها مشروعيتها، ولكن في الحقيقة التاريخ هو مزيج بين الطرفين، هو مزيج من الراديكالية الفكرية ومن الرؤية السياسية المبنية على الخطط وغير ذلك. فأنا في الحقيقة بين الاثنين، أراوح بين الاثنين.
يتوزع جهد محمد سبيل الفكري بالتناصف تقريبا بين التأليف والترجمة، على أن مصنفات الترجمة الفلسفية عنده ليست عملا ثانويا أو تكميليا، بل إنها تندرج ضمن نهج نقدي واع واختيار فكري هادف. ذلك أن معظم ترجماته مثل الفلسفة بين العلم والإيديولوجيا للوي ألتوسير، أو التقنية الحقيقة الوجود لمارتن هايدغر، أو نظام الخطاب لميشيل فوكو، إنما تخوض في إشكالات فلسفية وحضارية هي من إفرازات الحداثة وما بعدها. يبدو أن الاهتمام بالترجمة ليس جديداً في الساحة الفلسفية المغربية، لأنه ارتبط بنشأة شعبة الفلسفة في الخمسينات والسبعينات بفضل المرحوم الدكتور محمد عزيز الحبابي، مؤسس شعبة الفلسفة ومؤسس الفلسفة في المغرب، والذي وازى بين الاهتمام بالفلسفة وبمسألة الترجمة. فسواء هو من حيث ترجماته واهتمامه بالفكر الغربي، أو من حيث توجهه العام، ولذلك الأجيال اللاحقة فيما بعد كلها ورثت هذا الاهتمام بالترجمة. وتبين بعد ذلك أن مسألة الترجمة ليست مسألة يعني سطحية وهينة بالشكل الذي كان يروج له البعض، كأن المترجم هو تابع للمؤلف ويمحي جهده بعد الانتهاء من الترجمة. على كل حال تبين أن الترجمة في المعنى الحضاري والثقافي هي ذات نكهة أخرى وذات قيمة أخرى، لأنها تلاقح حضاري واستضافة لا من أجل الكرم ومن أجل الأريحية، بل هي استضافة من أجل التوظيف ومن أجل التهوية ومن أجل تلقيح ثقافتنا وفكرنا. ولذلك الترجمة أخذت بجد، تبين بأن هذه الترجمات سواء المباشرة أو غير المباشرة لها انعكاس على الثقافة المغربية، من حيث أنه تم توظيف كثير من المفاهيم والمصطلحات من الفكر الغربي عامة أو من الفكر الفرنسي، استعمالها في تفسير ظواهر اجتماعية وثقافية وغير ذلك، وأصبح استلهام المفاهيم المترجمة أو المستعملة في الفكر الغربي واستقدامها إلى الثقافة المغربية واستعمالها كأداة في التحليل، تبين بأن له فائدة كبرى في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية وثقافية معينة. فكل المشتغلين بالعلوم الإنسانية في المغرب سواء السوسيولوجيا أو السيكولوجيا أو الفلسفة استعملوا هذه المفاهيم، إما لفلاسفة كبار كهايدغر وفوكو وبيركسون وديكارت وغير ذلك، وإما بالنسبة للسوسيولوجيين ماكس فيبر وآخرين، أو بالنسبة للسيكولوجيين مثلا جان بياجي. فالترجمات يعني أولا ربما تميزت بنوع من الدقة، ولذلك في دراسة الترجمة المغربية تندرج في سياق ربما الترجمة أو مدرسة الترجمة في سوريا، أعتقد أقرب إليها من حيث الاهتمام بالنص المترجم من حيث الوفاء ومن حيث التعبير، لأنه كان هناك شعار أن الترجمة تتطلب عنصرين: الوفاء المطلق والتحرر النسبي. الوفاء المطلق للنص ولروح النص ولمضمونه، ولكن في نفس الوقت احترام اللغة، لغة التلقي والتعبير بشكل واضح. ولذلك لا نجد غموض كبير في الترجمات المغربية، وأيضا ربما الترجمات المغاربية على العموم تتسم بهذه السمة. هناك أولا وفاء النص الأصلي، ثم وضوح وتعبير لغوي دقيق، بمعنى أنه من جهة هناك وفاء، ولكن من جهة هناك تحرر من البنية اللغوية للغة المصدرة نحو لغة مستقبلة. ف
فلذلك ربما جاز أن نقول بأنه تقاليد مغاربية. وربما اليوم هذه التقاليد المغربية تلتقي مع مجهودات النظرة التونسية، أيضا لها نفس التوجه ونفس المعايير التي هي معايير الجودة ومعايير الوضوح ومعايير التدبير الواقع. هنالك موقف نقدي تقريبا واضح في كل أعمالك ترجمة، بعضها إنجازك الفردي وبعضها بالإنجاز مشترك مع الدكتور عبد السلام بن عبد العالي، ولذلك تتصدر العنوان عادة كلمة إعداد واختيار الدكتور محمد سبيلة. مثلا في كتاب فلسفة اللغة مختارات من ترجمات غربية مع مختارات من ترجمات عربية، مثلا لماذا هذا التجاور؟ 59 نص تقريبا بينها 14 نصا بالعربية لابن جني والرازي، ما هو الهدف من هذا التجاور بين ثقافتين أو حضارتين في موضوع واحد؟ هو هذا تعبير عن الروح الأصلية لهذه الأعمال كلها، هو أنه حاولنا قدر الإمكان أن لا نبخس أصولنا الثقافية والثقافة العربية حقها. فاللجنات التي فيها مساهمات من طرف الثقافة العربية لم نتردد في إدراجها وفي اختيارها، ولذلك هناك هذا النوع من التجاور الذي يبدو أحياناً وكأنه مفتعل. ولكن في مواضيع أخرى مثلا موضوعات الحداثة هنالك نصوص يغلب عليها الطبع الغربي، لأنه الفلاسفة الغربيون تفوقوا كثيرا في التفكير في هذا الموضوع تفكيرا عميقا فلسفيا، وأحيانا ندرج مساهمات بعض المحدثين كصادق جلال العظم أو زكي نجيب محمود أو غيره أو فيصل دراج وكل يعني الذين ساهموا تطوير الترجمة والثقافة العربية الحديثة. فالروح لم تكن روح انفصال عن التراث، ولم تكن أبدا معاداة للتراث، وهذه ربما فكرة متداولة في السياق الثقافي المغربي والمغاربي، والجمع بين نوع من الأصالة وقدر من المعاصرة والتحديث الذي وسم تقريبا الإنتاجات المغاربية التي لم تدخل في عداء مع الثقافة الكلية.